وما وجدت إلى لقياك منعطفا إلا إليك وما ألفيت مفترقا كنت الطريق إلى هاو تنازعه نفس تسد عليه دونها الطرقا وكان قلبي إلى لقياك باصرتي حتى اتهمت عليك العين والحدقا شممت تربك أستاف الصبا مرحا والشمل مؤتلفا والعقد مؤتلقا وسرت قصدك لا كالمشتهي بلدا لكن كمن يتشهى وجه من عشقا يا جلق الشام إنا خلقة عجب لم يدر ما سرها إلا الذي خلقا دمشق صبرا على البلوى فكم صهرت سبائك الذهب الغالي فما احترقا على المدى والعروق الطهر يرفدنا نسغ الحياة بديلا عن دم هرقا. Thank you.
حسام يلي ما يشبه صوتك حدا، يا بيك يلي أبدعت وعطيتنا رح يبقى اسمك عايش عطول المدى. فنك أصيل وباقي بوجداننا. بعيدا عن تقديم الحفل، انا حابه استاذن دكتور عزت عربي كاتبي واقول له انه انا وصفت بمقدمتي لهذا الحفل انه منظمه طلائع البعث هي كانت بيت. انا من احدى الناس اللي كنت عضو من اعضاء هذا البيت وخرجت عنه وما زلت داخله. جيت تخرجت، كانت اسرتي خلال مسيرتي الجامعيه كانوا لجانبي، من الدكتور عزت لجميع الزملاء، ابو يامن، خضر، الجميع على جميع الاجيال. كانت نحن كنا اجيال متعدده، ففعلا هو يعني بتسمح لي دكتور انه اقول له الكلمه وعبر عن شعوري انه عن جد هو كان هو البيت لجميع الاجيال، شباب وكبار. انطلاقته الفنية كانت في منتصف الستينيات، وذلك من خلال فرقة أمية للفنون الشعبية والاستعراضية. شارك بالعديد من الأعمال المسرحية، منها ضيعة تشرين، كاسك يا وطن وغيرها، ومن صح النوم إلى كفرون في السينما، ملح وسكر ووادي المسك، أيام شامية وطالع الفضة، وكثير من الأعمال بالتلفزيون. إنه الفنان الشامل حسام تحسين بيك. دعونا نتابع هذا الفيلم الوثائقي عن ضيفنا المكرم. ممثل وفنان شامل، مصمم رقصات، ملحن، مؤدي بصوت رخيم، ولد في العاصمة دمشق عام 1941. الفنان حسام تحسين بيك
بدأ تحسين بيك بمشواره الفني بشكل جدي من خلال فرقة أمية للفنون الشعبية، يلحن ويدرب أعضاءها على الرقص والغناء، رغم أنه لم يحترف الموسيقى والغناء أكاديمياً. ومن ثم دخل عالم الفن من خلال مشاركته الممثل دريد لحام في بطولة العديد من المسرحيات، بعدما انضم إلى أسرة تشرين في العام 1973. ومن أهم المسرحيات التي شارك بها ضيعة تشرين، غربة، كاساك يا وطن، شقائق النعمان، العصفورة السعيدة، وصانع المطر، السقوط. وفي السينما شارك الفنان حسام تحسين بيك بالكثير من الأفلام، ومنها صح النوم، التقرير، الكفرون، سيلينا. أما في التلفزيون كان حضوره مميزاً في الأعمال التالية: أبو المفهومية، ملح وسكر، وادي المسك، أيام شامية، حمام القيشاني، عائلة ست نجوم، عائلة سبع نجوم، يوميات جميل وهناء، عائلة ثمان نجوم، عودة غوار الأصدقاء، ألو جميل ألو هناء، حارة الجوري، أبناء القهر، مخالب الياسمين، الرحيل إلى الوجه الآخر، مرزوق على جميع الجبهات، ليالي الصالحية، قتل الربيع، قرن الماعز، زوج السد، باب الحارة، غزلان في غابة الذئاب، باب الحارة الجزء الثاني، الحوت، أهل الراية، مرسوم عائلي، ساعة الصفر، طالع الفضة، الأميمي، زمن البرغوت الجزء الأول والثاني، بانتظار الياسمين، حكم الهوى، كونتاك، غفوة القلوب، بقعة ضوء، ترجمان الأشواق، أهل الوفاء، ولاد السلطان، طب الأصل، الكندوش. أما عن أغانيه، يصف حسام تحسين بيك نفسه بالمؤدي، ويرفض أن يطلق عليه لقب المغني، رغم أنه كتب ولحن وغنى مجموعة من الأغنيات، أبرزها أغنية ناتالي التي يلخص فيها قصة حبه لزوجته التي تحمل نفس الاسم. من الأغاني المعروفة التي لحنها أنا هويتك للمطرب السوري الراحل فهد بلان، وجايتني مخباي من غناء موفق بهجت، ويا خالي التي غناها مصطفى نصري، والأغنية الشهيرة غزالة التي قدمتها فرقة بندلي اللبنانية، محية حب وتقدير محملة ببراءة الطفولة للفنان المبدع حسام تحسين بيك. أستاذ حسام تحسين بيك عاجين حقيقة في الفيلم الوثائقي اختصرنا الكثير، بس
أستاذ حسام بدنا كلمة منك، تفضل. كنتوا قلتوا لي إنه بدكم نتالي، لا أنا بدي أقول شيء تاني، بدي أغني لحبيبتي التانية معها. ما أنا قبل نتالي عندي حبيبة، عندي حبيبة هي حياتي كلها، هي الشام. هلا أنا ما عدت خرج غني، كنت تحملوني شوي. يا شام يا عيوني يا حنوني يا جنوني، ترابك من جدودي هواك معبودي، انت اللي بتجودي وناسك سلام، ترابك من جدود هواك معبودي، انت اللي بجودي وناسك سلام وناسك سلام. شكرا. لكم ما عاد خرج غني، ما عم تصدقوني. نتالي قطعة اخبارة، ما تشوفك عين، قالوا لي بعيد سفارة، قالوا بنادى زين يا مين ياخدني دارا، تبوس من هالجبي. هي نتالي نتالي نتالي، لا 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 ليلة ليلة ليلة. رحت أنا رحت بصارة، قالت برجك فين برجيب السم ومعلق بنجمة، برجيب السم ومعلق بنجمة، قالت يا خسارة هوني كفوك بالمدارة، ما يلتقوا نجميه. نتالي نتالي نتالي، لا 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 لا. حظي بالهوى أعشق أنا الغريبة، ما ينفعني دواء إلا علاج الحبيبة، حظي بالهوى أعشق أنا الغريبة، ما ينفعني دواء إلا علاج الحبيبة، صبار قلبي سنة وما يزيدها يومه. نتالي نتالي نتالي، لا 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 لا.
لا 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 وجه القمر ليها وبتضوي كل دارة وجه القمر ليها وبتضوي كل دارة لو يرجع نهارة والصبح بيها عيونها من نارة تحسبها شمسي نتالي نتالي.